كل طلاب الثانوية العامة في مصر، بل كل أولياء الأمور كمان، في انتظار النتيجة، والكل عايز يعرف يا ترى النتيجة هتطلع إمتى. طبعا متفقين الكل إنها هتطلع بعد العيد، لكن إمتى والرابط بتاع النتيجة إيه بالظبط، هنجيبها إزاي، عايزين نعرف أول ما تطلع على طول نتيجة أولادنا. كل ده هنعرفه إن شاء الله في الفيديو ده، وهنعرفكم الرابط اللي هتدخلوا عليه، كمان هنعرفكم ازاي النتيجة تكون عندكم اول باول بمجرد ظهورها. فاصل ونرجع لكم. مش انتوا بس اللي منتظرين نتيجة الثانوية العامة، احنا كمان والله منتظرينها بفارغ الصبر عشان نفرح معاكم ونفرحكم بإذن الله. النتيجة متفقين إنها تطلع بعد العيد مباشرة إن شاء الله، وخلاص يعني كلها كام يوم وهتظهر بإذن الله، تقريبا يوم الثلاث الجاي. لكن هنجيبها إزاي؟ دي مشكلة وسؤال بيطرحه كل طلاب الثانوية العامة وكل أولياء الأمور، علشان أول ما يعرفوا إن النتيجة ظهرت طبعا هيبقوا متوترين جدا منتظرين النتيجة. علشان كده بنقول لكم على قناتنا إن شاء الله هنحط لكم الرابط بتاع النتيجة أول ما هتظهر. اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك فيها، وفي التعليقات على أي فيديو هيكتب رقم جلوسه واسمه ويسيبه لنا، وإحنا هنحط له النتيجة مباشرة لو ما عرفش يجيبها. لكن الرابط إن شاء الله هيكون موجود معاكم أول ما هتسمعوا إن النتيجة ظهرت. هتدخلوا على القناة، تدخلوا على الرابط، هسيبه لكم إن شاء الله في تعليق مثبت المنتدى، وهتقدروا إن شاء الله تجيبوا النتيجة أول بأول. لكن اللي مش مشترك معانا في القناة، لو عايز تعرف النتيجة وعمال تدخل على مواقع ومش عارف توصل لها، ادخل على القناة، اعمل سبسكرايب، فعل الجرس، كمان سيب رقم جلوسك في تعليق، وإحنا هنكتب لك النتيجة مباشرة لو أنت مش عارف تجيبها. كل التوفيق والنجاح ليكم بإذن الله، كل الدعوات ليكم بالنجاح والتفوق، بنحبكم جدا، بنتمنى لكم تجيبوا مجموع كبير وتدخلوا الكليات اللي بتتمنوها. لغاية ما نشوفكم إن شاء الله يوم النتيجة، ليكم منا كل الدعوات بالتوفيق.